بسم الله الرحمن الرحيم يا اهلا بيكم. النهارده هنتكلم على الشريط الوراثي وعارفين كويس ان ده سيره الشريط الوراثي في كثير من الحلقات قبل كده لكن النهارده هنتكلم عنه بتفصيل اكتر. والشريط الوراثي هو السجل المحفوظ داخل نواه الخليه في, في الكروموزومات مكتوب بالشفره. وبحروف شفريه آه الحروف التي تحمل الاوامر الالهيه التكوينيه للجنين كن كن غزاله او شجره او جراده او طائر او انسان آه كتاب من خمسه مليون صفحه آه فيه كل تفصيله عن الجنين كل خليه كل شعره في راسه أه ورقه عمل أه هذه الورقه أه موجوده في مساحه واحد على الف من الملي وفيها ما يساوي خمسه مليون صفحه من التفاصيل والمعلومات أه في الواقع معجزه من معجزات التدوين ازاي تدون كل ده خمسه مليون صفحه جوه تبقى في مساحة واحد على ألف من الملي وفيها كل تفصيلة وكل شأن من شؤون الجنين شيء غريب إزاي دي بقى وجدوا إنها عبارة عن أسلوب شفري زي إشارات مرس بتاع التلغراف بتعتمد على أربع جزيئات اللي هي القواعد النيتروجينية أو النيوكلوتيدز اللي أسميها جوانين سايمين وادينين سايتوسين اختصارا بيقولوا جي تي اي سي اه اه الجي تي اي سي اربع جزيئات بيبقوا في بي 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 حاله متتاليات وبيتكررهم كل مره بشكل في نسق مختلف اه كل نسق بنسميه جين والجين ده بيبقى بي امر تكويني بصناعه هرمون او بروتين او حمض اميني او اي مكون من مكونات الجنين فهو هذا الامر عباره عن هذا النسق زي تمام ما تقول نقطه وشرطه شرطه ونقطه في الاشارات مورس يعني تبقى معناها السلام عليكم فهي الاشارات هنا اهو باربع جزيئات اللي هي جي تي اي سي بيتكرروا في متتاليات مختلفه كل مره بنسق وكل نسق اسمه جين وكل جين يعني امر بتكوين ماده معينه. آه هذا الامر بيكون يا اما عاجل وفوري ومشفوع بالنفاذ يا اما امر مؤجل الى حين. كما لو كان مثلا في الجين ده سويتش اون أوف يشتغل او ينام لحين اصدار الاوامر انه يشتغل. عشان ندي مثال مثلا بنلاقي في الشريط الوراثي جينه سرطانيه يعني امر بالسرطان سرطان رئه او سرطان كبد لكن هذا الامر مؤجل مؤجل الى حين ومتوقف على سلوك الشخص والله لو كان سلوكه هيبتدي يغرق في التدخين والمعسل والشيشه والخمره تكون النتيجه يحصل تلفيات في الكبد وفي الايه الرئه تبقى مقدمات تستدعي بعد كده لايه؟ كارثه السرطان فيتحرك الجين بتاع السرطان ويدي امر بان السرطان يبتدي. اما اذا كان الشخص هيعيش حياه مستقيمه نظيفة ما فيهاش الكلام الفارغ ده كله فبيعيش كل عمره وهذا الجين السرطاني نايم ولا ولا يصحى ولا يعيا ولا اي حاجه. طبعا معنى كده ان في نوعين من الجينات جينات امرها مطلق اللي هي خاصه بتكوين البني ادم او الجنين في كل تفاصيله طوله وعرضه وشكله لون شعره كل دي ملهاش دخل دي مشفوعه بالنفس فورا وملناش سيطره عليها ونوع ثاني من الجينات اللي هي ايه مؤجله وهي دي لها علاقه بسلوك الشخص طبعا العلماء اللي اكتشفوا الشريط الوراثي تصورهم انهم حلوا اللغز لكن هم ما حلوش حاجه دول زودوا اللغز الغازا فالشريط الوراثي لا يجيب على الاسئله الكبرى بل بالعكس بيزود الاسئله آه الف سؤال اولا ايه اللي يخلي نسق معين من الجزيئات اللي هي جي تي اي سي في ترتيب معين يؤدي الى صدور امر بتكوين مش عارف انزيم او ال او هرمون او بتاع ايه 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 يعني طيب ومين اللي بينفذ الامر ده؟ ومين اللي علمه؟ ومين اللي عمل الفعل الارتباطي بحيث ان هذا النسق على طول يؤدي الى هذا الفعل؟ وبعدين ان الانسان كله بتكوينه العجيب والعماره البدنيه الجميله بتاعته دي تبقى في النهايه مجموعه افعال ارتباطيه معتمدة على شفرة يبتدي جينات تنفذ ويطلع البناء طبعاً ده مش ممكن ليه بقى؟ لأن العمارة بتاع الإنسان العمارة البدنية الجميلة دي فيها نظام ومنطق وعقل وشياكة وروح ومش ممكن تكون مجموعة أفعال ارتباطية ألية مش ممكن أبداً فالده ما, ما بيفسرش هم لما وقعوا في المطب ده قالوا لا ما هو أصل الجينات برضه في حاجه اسمها جين كنترول يعني مجموعه جينات زي العمال وبعدين فوقهم جين ده اسمه جين كنترول ايه ده المقاول وفوق الجين ده بقى فيه المهندس وبعدين سوبر مهندس فوق يعني في عمليه تنظيميه داخل الجينات طبعا ده كلام لا لا لا. هم عايزين يتجنبوا الـ يتجنبوا ذكر ربنا سبحانه وتعالى اياد الخفيه عاوزين يتجنبوا ده كله بانهم يقول لك لا ده حكايه جينات كده وافعال الطبطية وخلاص فلما يقع في طب يقول لك لا ما هو بقى في الجينات دي عليها جين كنترول والجين كنترول عليه مش عارف مهندس وده عليه شغلانه بقى بيألفوا حاجات محاوله لتجنب ذكر الهيمنه المطلقه لله سبحانه وتعالى اللي خلق ده كله. وعلوم الوراثه والشريط الوراثي ما زالت علوم قاصره وهزيله واكثرها غرور. وتعالم بالفاضي والهندسه الوراثيه كما تمارس الان هي اقرب الى الجريمه والى صناعه المسوخ ونشوف مع بعض ايه حكايه الشريط الوراثي في الفيلم هنشوف في الفيلم معانا ايه حكايه الشريط الوراثي دي ان الحروف الشفريه امر تكويني من الله سبحانه وتعالى كن 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 انسان كن فراش كن ورق شجره كن حوت والناتج في النهايه هو هذا الطفل بتكوينه العجيب وبعدين هذه التعليمات حتصاحب البنت دي طول عمرها من الطفوله الى الصبا ومن الصبا الى الشباب. التعليمات مستمره معاها طول حياتها. وبعدين بعد كده الى الكهوله. وبعدين من الكهوله الى الشيخوخه. عمليه الاداره المستمره بتاعه الشريط الوراثي وهيمنته على كل اطوار حياه الانسان. بدءا من الخليه الملقحه في الجنين. لما تنقسم بتنقسم اهي وتعمل لنا كتله من الخلايا الاوليه اللي هيتصنف منها الجنين كله اللي هي الكتله دي. اول حاجه هنبتدي نلاقي ان هي هيبتدي ح... ظهور الاعضاء اول حاجه تطلع في الاعضاء هي القناه العصبيه اللي هيتعامل ح... منها الحبل الشوكي. هنشوف اهو قدامنا القناه العصبيه ازاي هتتخلق من الايه؟ الكتله دي ان في دي القناه العصبيه اللي في النصري دي اللي هينشا منها الحبل الشوكي وهنلاقي على الجنبين هتبتدي الفقرات تتكون بصوا كده على الجنبين بتوع القناه العصبيه دي هتلاقوا الفقرات هي شايفين الفقرات بدايه العمود الفقري اهو بقى الحته اللي في قدام دي هي الدماغ ولما يبقى الجنين ربع بوصه يبتدي القلب يظهر القلب يظهر على شكل ايه حوصلة بتنبض شوفوا الحوصلة دي اهي القلب ابتدى يظهر اهو وبعدين هتبتدي الاوعية الدموية تتكون لانها هتكون الشرايين الاوردة اللي هتنضم في القلب الدماغ ابتدت تتكون والعينين اهي على الجنبين هذه الاوعية الدموية وابتدت خلايا الدم ودي خلايا العين اهي هتعمل العين دي بقى كن كتكوت ده اللي طالع بقى كتكوت ده الاوعية الدموية اهي وهتروح تلضم في القلب اللي بينبض الغريبة بقى لعملية الأوركستريشن دي في وقت واحد كل الخلايا عمالة تتحول التحولات التكوينية العجيبة دي ده عين الكتكوت أهو دماغه الصغيرة والعين السودة دي والريشة وال أهو ابتدى ينبت ابتدى يظهر ريشه اهو كامل اهو الريش كله اهو خلاص جه وقت امر بالخروج بي بينقر في اضعف حته في البيضه وبيطلع الكتكوت بيقول انا الكتكوت جيت لبيك اللهم لبيك أمرك نفذ. الفرق بين صوابع هذا الباحث وبين مخالب الكتكوت. الفرق هو الأوامر الشفرية اللي عملت ده واللي عملت ده في الشريط الوراثي نفسه. كذلك الفروق بين الناس طول بين الطول والعرض سمينة ورفيعة وبيضة وسودة وجنس أصفر وجنس أحمر كل ده نتيجة الشريط الوراثي والتعليمات اللي فيه. مثلا هذا الطفل طلع القلب معكوس على القلب بدل ما يبقى على الشمال طلع القلب على اليمين والكبد على الشمال والمعدة على اليمين، يعني العكس بالظبط لكنه صورة في مرآة. لكن لحسن الحظ ما جراش للأوعية حاجة، الأوعية قدرت تلاقي مكانها مظبوط فالطفل ده هيعيش عادي خالص خالص مع إنه معكوس من جوه. قلبه على اليمين وكبده على الشمال. دي أمثلة لأخطاء بسيطة في التوجهات بتاع الخلايا، بدل يمين يبقى شمال، وبدل شمال يبقى يمين. دي أحد الأخطاء. لكن إيه؟ ده هيعيش، هنشوف حالة تانية برضو القلب معكوس لكن أدى إلى كارثة. اللي هو الطفل ده. الطفل ده قلبه معكوس بدل الشمال بقى جه على اليمين وكذلك كبده على الشمال لكن القلب اتضح انه بدل ما هو اربع غرف غرفتين بس والجدار بينهم ناقص نمرة اتنين دخول الاوعية في اخطاء على دخول الاوعية على القلب حصل فيه لخبطات المسألة ممكن تبقى غلط قاتل لكن هيعملوا عملية جراحية كبيرة قوي قوي وحتى لو نجحت العملية هذا الطفل هيعيش ضعيف خالص ده مثال اخر هي في الواقع حكاية دقيقة قوي حكاية شمال ويمين لان لو حصل لخبطة في التوجه وبدل الشمال راح يمين ويمين شمال الاوعية اللي بتتكون هتيجي ما تلاقيش مكانها هذه النقطة فبتحصل لخبطة نتيجة الحتة دي بيعملوا التراسونيك صوره بالاشعه فوق الصوتيه ادي القلب واضح انه كله غرفه واحده او غرفتين بينهم جدار ناقص كمان بيدونا مثال هنا ايه اللي بيحصل وهو لسه الجنين طوله ربع بوصه وبيظهر القلب عباره عن حوصله او الحوصله اهي بدل ما تيجي هنا على الشمال هتيجي على اليمين بيتكون في نفس الوقت أوعية دموية الأوعية الدموية هتروح على الشيء العادي اللي هي على الشمال فما تلاقيش القلب هتلاقي القلب فين على اليمين لو لقيته على الشمال ما فيش مشكله ان كل شيء هيجي تمام تيجي الاوعيه تركب في اماكنها بالظبط والقلب يطلع سليم ما فيهوش اي حاجه لكن لو حصل ان هي القلب نقل على اليمين مش هيحصل بقى الاوعيه تيجي ما تلاقيش مكانها ويحصل لخبطه والحاجات دي بتحصل كلها في وقت واحد شوف هنا بيقول لك تصور بقى ان القلب في الحته دي والاوعيه كلها جايه في الحته العاديه بتاعه الشمال فما تلاقيش فيحصل لخبطه بقى اللخبطه دي واصل الحاجات دي لازم كلها بتحصل في وقت واحد فلازم يبقى في عمليه تنسيق او عمليه اوركستريشن كل عضو بيعزف عزفه مع الايه هارمونيه مع الايه العضو الاخر كل جزئيه مع الجزئيه الثانيه بحيث انهم يالفوا في النهايه البنيان المتناسق العجيب اللي اسمه الانسان أه حكايه اليمين والشمال قديمه أه جدا في التطور يعني أه بدات من مئات الملايين من السنين في الحيوانات الفقاريه أول ما بدأ حكاية حك حكاية اسمها يمين وشمال الحاجات الخروم دي عبارة عن خياشيم الخروم دي خياشيم ناحية خياشيم وناحية تانية اللي هي يمين وشمال وبعدين ظهر التناسق بين اليمين والشمال بقى في نوع من السيمترية في الحيوانات كلها ما كانش فيه السيمترية دي موجودة الأول في الحيوان اللي شفناه قبل كده في كل شيء وفي الحشرة كمان وفي كل وكله وبعدين في حاجة تانية كمان المقدمة والمؤخرة الفم والشرج واليمين والشمال يعني قال لك لابد ان فيه مؤشر اثناء التكوين الجنين فيه مؤشر الى آني خلايا هتبقى فم وآني خلايا هتبقى شرج وفي نفس الوقت آني خلايا هتبقى يمين وآني خلايا شمال فاكتشفوا إن في الحكاية دي مترتبة عن طريق مواد كيماوية معينة عملوا بحوث على ده الشريط الوراثي أهو عملوا بحوث على الشريط الوراثي لأيه لحشرة ذبابة الفاكهة عشان يشوفوا ازاي الخلايا بتعرف الفم فين والشرج فين واليمين فين والشمال فين دي الايه ذبابه الفاكهه عملوا عليها بحوث كتيره واثناء لعبهم في الجينات لاحظوا ان طلعت حشره أرجلها الخلفية طالعة من دماغها. شوف بقى اللخبطة وصلت لإيه؟ لما الرجل الخلفية تطلع من قدام من الدماغ. يعني لخبطة في المؤشر بتاع فين الأمام وفين الخلف؟ فين البق وفين الإيه؟ الشرج. هنشوف الحشرة العجيبة دي اللي هي طلعت نتيجة الإيه؟ أو شوف شوف بقى رجلها الخلفية طالعة من عينها من دماغها. نتيجه اللعب في الجينات. ده يدل على ان في مؤشرات في الجينات بتحدد الرجل منين والدماغ منين وبيقولوا ان المؤشرات دي بتبدا من وهي يرقه. لان هي المؤشرات بتحدد الفم والشرج من بدء كونها يرقه. ايه اللي بيحصل بقى؟ اللي بيحصل ماده كيماويه معينه تدي إشارة للجينات بأن هنا شرج ومادة تانية خالص بتدي إشارة للخلايا بأن هنا فم إذا هي عملية تشترك فيها المؤشر الكيماوي أهو مؤشر كيماوي أهو هنا ومؤشر هنا من ناحية تانية مختلف الأزرق ده فبناء على المؤشرات الكيماويه بتبتدي الجينات تخلق شرك في ناحيه ودماغ في ناحيه. او تعرف الخلايا بان هنا قدام وهنا ورا. وفي ده كنترول جين. الكنترول جين بناء على الاشاره الكيماويه يدي اوامره للجينات الاخرى. قلنا حكايه مقاول وايه؟ وعمال. فيعملوا من هنا فم وهنا وهنا آه شارك الخلايا هنا بتنفذ على طول اللي هي الجينات العمال بتنفذ كلام الجين الكنترول والجين الكنترول بينفذ الإشارة بتاع الإيه الإشارة الكيماوية في النهاية بينشأ الـ 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 الكائن سوي البق قدام والشرج ورا. من ضمن الحاجات اللي عمل عليها تجارب ناجحه كانت السمك الزبره او المخطط، السمك المخطط ده. هي ميزه السمك ان هم ممكن يراقبوا البيضه، شوف سمك الزبره اسمه مخطط زي ايه؟ حمار الوحش. ممكن يراقبوا البيضه، ليه؟ لان البيضه بيض السمك شفاف. شوف بقى ايه؟ هنشوفه ايه؟ تتفرج بقى على كل شيء بيحصل جوه البيضه دي تتفرج بعينك على طول، شوف باين ازاي؟ التصنيف البق رايح فين وال وال والديل رايح فين؟ بيبتدي من الاول فممكن يراقبوا الحكايه دي بالعين المجرده ويشوفوها في 10 ايام بتتكون السمكه. وكمان تكوين العمود الفقري هيشوفوها شوف الخلايا هي بتجمع نفسها وتوزع الوظائف كل ده بناء على التعليمات ده هنا العمود الفقري هيتكون اهو اهو العمود الفقري ابتدى بالفعل فقرات اهي كله يبان شفاف يعني <applause> شيء غريب شوف العين بقى هتتكون ازاي وطلع بعد عشرة ايام اليرقة بتاع الايه سمك المخطط او سمك الزبرة وكبر واستوى عوده بناء على خطة دقيقة بتتنفذ ينفذها ملايين الخلايا ملايين الخلايا هو ده اللي شايفينه اللي مليان الدراج ده كله هو ده الشريط الوراثي شوف الورق ده كله خمسة مليون صفحة في مساحة واحد على ألف ملي بيورينا صفحة بس من صفحات الشريط الوراثي اهي الصفحة دي كل دي الحروف الشفرية مؤلفة من أربع جزيئات جي تي اي سي او جزيئات الجوانين صايمين ادينين سايتوسين والاوامر شغاله في كل مرحله بتدي ينشط جين من الجينات عشان جزء معين من الجنين يتكون تصوروا ان كل بقى الايه المجموعه من التفاصيل والاوراق دي كلها خمسة مليون صفحه موجوده في واحد على الف من الملي من الحيز طبعا شيء مذهل خمسه مليون صفحه مكتوبه في واحد على الف من الملي طب ازاي ده بقى ده معجزه من معجزات التدوين وكل تفصيله موجوده في هذا الشريط الوراثي حتى تفصيل ده هيطلع مثلا ذكر او هيطلع انثى حكايه ذكر وانثى دي في كروموزوم مخصوص للأنثى اللي هو إكس إكس وللذكر اسمه إكس واي فإذا لقوا إكس إكس يبقى دي معناها أنثى إذا لقوا إكس واي يعني معناها ذكر لكن بتبقى في ساعات شواذ واستثناءات زي الحالة اللي هنشوفها الحالة دي سباحة عالمية وبطلة من بطلات السباحة أثناء إيه غطس بتعمله دماغها خبطت في الحوض أغمي عليها طلعوها راحت المستشفى طلع عندها فتاء كمان فعملت عمليه الفتاء دي وبعد ايه ما خلصت الجراحه وطلعت وراقت آه فبتحكي قصتها وتقول انا بعد ما عدى شهرين على الجراحه بابا ايه استدعاني في وقفل الباب وراه وقال لي انا هقول لك سر بس ايه ما تقوليش لحد اولا الدكتور لما ايه جه يعمل لك العمليه لقى انك انت فيك عيب خلقي ان انت ما عندكيش رحم خالص مولوده من غير رحم وبناء عليه مش ممكن هتخلفي ولا تحبلي وبناء عليه دلوقتي لو الرجال عرفوا الحكايه دي مش هيتجوزوكي ولا حد هيسال فيكي فخبي الحكايه دي يا بنتي وما تقوليش لحد خالص فهي قالت انا لما سمعت الحكايه دي كان لسه صغيره ويعني مش مهتمه لكن قلت له طيب يا بابا مش هقول طبعا اللي حصل بعد كده انها اتجوزت وما طبعا وجوزها كان عارف كل حاجه وكده وقبل الوضع لكن هي المشكله حكاية ان هي مولوده من غير رحم ازاي مع انها شكلها بنت وشفناها لما كانت سباحه حاجه جسم انثوي كامل اهي شكل بنت وجسمها انساوي كل حاجه طب ازاي ما فيهاش رحم اه التعليمات بتاع حصل خطا في التعليمات بتاع الايه التطور التطور الجنيني حصل فيه هنا بيورينا ده اكس اكس ده معناها دي تبقى انثى وده اكس واي يعني معناها تبقى ذكر لكن بيقول ساعات بيحصل فيه استثناءات بتبقى اكس واي وتطلع مش ذكر وبتبقى اكس اكس وما انثى زي ايه صاحبتنا دي اللي هي ميرلين السباحة ميرلين وتبقى اكس واي للأسف وبتبقى ايه انثى وبتبقى اكس اكس ما بتبقاش ايه انثى بتبقى ذكر ايه سر هذه اللخبطات قالوا بقى الآتي قالوا احيانا بتبقى فيه جينا واحدة مستخبية جينا زكريا في الاكس اكس وهي دي اللي بتقلب النتيجة من انثى الى ذكر شوف الجينة اللي مستخبية دي جينا صغيرة جينا زكريا فهي دي اللي بتقلب الحكاية كلها وبتكون النتيجة بدل ما دي تطلع انثى تطلع ايه ذكر بيقولوا بقى ان في حالة البنت ميرلين كان سبب سبب اخر ان, إن البنت ميرلين دي كانت ذكر اصلا كانت راجل هي راجل لكن لما جات التعليمات يعني الخصية ابتدت تفرز التستوستيرون اللي هي الذكري اللي هي المفروض يحولها الى ذكوره كامله أم الجسم بتاعها في المرحله دي ما استجابش ما ادريش خالص بافراز التستوستيرون فانتهى الامر بان ايه ما تكون لهاش اعضاء ذكريه ولا عضلات ولا حاجه وطلعت شكلها ست بينما هي ذكر جواها خصيه هي ذكر جواها خصيه أو شوف التستوستيرون اهو ملك الجسم اهو لكن الجسم ما حسش بيه كان المفروض يحس بيه وتطلع الايه؟ الاعضاء التناسليه دي. هي جسمها ما حسش بال بالهرمون الذكري فكانت النتيجه ان ايه؟, إيه ما, ما, ما ظهر لهاش اعضاء ذكريه فكانت النتيجه انها طلعت شكلها انثوي. وطبعا هو ما فيش رحم من الاول لان هي ذكر، هي ذكر هي راجل. هي راجل كون ان ما فيش رحم مش لانها بنت وما فيهاش رحم لا ده هي اصلا راجل لكن لما طلع الهرمون الذكري الجسم ما ادريش بيه فما تحولش التحول الكامل الى رجوله كامله عضلات وكده بيقول هنا بقى في الفيلم ان دي مشكله كتير من البطلات ان بعضهم بيبقوا شكلهم ستات وهم رجاله لدرجه ان لجان الرقابه بتحتار وبتستعرضهم و... الاول قبل ما تدون اساميهم الست دي من اللي بت... بترمي القرص لكن هي مشيها وهي جسمها جسم راجل عضلاتها عضلات راجل شوف الرجلين عضله بتاع الفخذ دي عضله راجل بيستعرضوهم الاول وبعدين قالوا لازم نستعرضهم عريانين ملط عشان ما يتحكوش علينا تبقى الواحده راجل وعاوزه تبقى بطله ونحطها في البطلات ما ينفعش وبعدين قالوا لا طلعوا طريقه بقى مهذبه شويه معقول هيستعرضوهم عريانين فالطريقه دي ايه بياخدوا مسحه من خلايا الايه غشاء المخاط للفم وبيشوفوا المسحه دي بقى يشوفوا ايه هيشوفوا دي اكس اكس ولا اكس واي اللي هي الكروموزومات اذا كانت اكس اكس يبقى ديان ست نحطها مع البطلات وما تخافش. اكس واي تبقى راجل يبقى نكروشها بره. ما هي ما تنفعش. لكن الدكتور هنا بيقول لك ان حتى الاكس اكس برضه ما هيش دليل. ليه؟ لان ممكن تبقى فيه الجينه اللي حكينا عنها الجينه الواحده دي اللي مستخبيه في الاكس اكس وتكون النتيجه ان احنا قدام راجل ومش ست. فالمشكله دي ما اتحلتش لغايه دلوقتي. وما زال كثير من البطلات بيبقوا رجالة. لا ولو إن شكلهم ستات. هنا بيعملوا الفحوص على الشريط الوراثي وكده لكن بيقول لك الحكاية دي ما نقدرش نوصل لنتيجة حاسمة ما زال المسألة بتفوت علينا حالات. وبطلات ما بيبقوش بطلات بيبقوا رجالة. تشوفوا حاجة صغيرة بالشكل ده توصل لأن يعني تبقى مشكلة ما تعرفش دي راجل ولا ست حاجة غريبة خالص هي طبعا ملاحظة واضحة جدا في حكاية الايه البطلات دي خصوصا بطلات الجري بقى تشوف هنا واحدة منهم اللي هي فازت بال هياخدوا صوره قريبه بالكاميرا على عضلات الرجل شوف العضلات بتاع الرجل راجل راجل تمام عضلات كل عضله باينه مرسومه <applause> فاحتمال ان دي تكون راجل واحتمال مش بعيد يعني الدكتور هنا بقى بيتكلم عن ده يورينا قد ايه الشريط الوراثي دي حكايه كبيره قوي ومهما كان بيحصل آآ 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 عيوب خلقيه واخطاء بسيطه بتخلي العلماء يقفوا محتارين. بيقول احد مشكلات الانسان هي العمر. والسؤال اللي فكروا فيه بتوع الجينات دول يا ترى في برنامج للموت بس بروجرام يعني في برنامج للموت في الشريط الوراثي ولا ما فيش الشيخوخه علامه الشيخوخه بالنسبه للخلايا ايه ان الخلايا تنقسم ببطء بدل ما كانت بتنقسم بسرعه البطء بطء الانقسام معنى ايه ان الخلايا تنقسم ببطء يعني ما مش هيبقى في تجدد خلايا سريع فيبتدي الهرم ان الخليه اللي تهلك كان المفروض تتجدد على طول لكن لان الانقسام بقى بطيء فتكون النتيجه ان ايه؟ ما يحصلش التجدد بالسرعه الايه؟ المضبوطه فيبتدي الهرم. ده عالم من علماء الايه؟ الشيخوخه بعد ما خلف دايما كان يسال نفسه يقول يا ترى بنتي هتعيش اكتر مني فعنده السؤال بتاع يا ترى في بروجرام للعمر موجود في الايه؟ في الشريط الوراثي قال انا ايه؟ عشان احسم في المساله دي قال لك انا هروح لزيارة زياره لبلاد السويد والنرويج لان هي دي البلاد الوحيده اللي بيبقى فيها ملفات كامله واحصاءات كامله عن المواليد والوفيات. لانها ناس منظمين قوي. والعمليه دي بيقوم بها رهبان مساله الولاده والموت وبيحفظوا بقى ملفات كامله لدرجه ان عندهم ملفات بتاع 300 سنه فاتت بالاسامي. فلان اتولد امتى ومات امتى؟ فراح للقسم العجيب ده شوفوا هنا الرهبان باخلاص شديد يدونوا كل حاله موت وكل حاله وفاه من 300 سنه عندهم ملفات. فلقى الحكايه الاتي لقى ان فيه ازدياد في معدلات العمر ولقى الاجيال القديمه اللي كان فيها الف واحد من النرويجيين دول تخطوا سن ال سنة سنه ألف تخطوا سن ال سنه في الجيل اللي جم اللي جه بعده لقى حاجه غريبه قوي لقوا ألف لقى ان في 60,000 تخطوا ال 100 سنه معنى كده ايه؟ معنى كده ان هي مش مساله جينات ده هي مساله ظروف صحيه كل ما بتتحسن الظروف الصحيه يطول العمر فالقدام كان بيطلع منهم 30,000 من من المواطن ألف مواطن بيعدوا ال 100 سنه دلوقتي ألف مواطن الجيل اللي جاي ألف مواطن وهكذا. الحكايه الثانيه حكايه التوائم قال لو كان صحيح في برنامج موت بالنسبه للتوائم يبقى لازم دول يموتوا في وقت واحد لان الجينات نفس الجينات. فدور على التوائم اللي بيسموهم توائم الصور المرآه اللي زي بعض تماما. زي بعض تماما يعني الجينات زيها بعض تماما يعني اذا كان في برنامج موت يبقى التوائم لازم يموتوا في وقت واحد او على الاقل في سنه واحده مثلا فدور على الفايل الملف اللي فيه خمسين الف توام وتتبع ميلادهم وموتهم فوجد ان ده مش صحيح ان كل توام بيموت في وقت تاني خالص غير التاني بين الواحد والتاني عشر سنين وعشرين سنه دي معناها ايه؟ ما فيش برنامج موت مدون في الايه؟ الشريط الوراثي. نو ديس بروجرام. خلاص المساله بقى بقت مؤكده. مساله مفتوحه للظروف الصحيه ومفتوحه للظروف المعاشيه بتاع الشخص. واحد يموت في حادثه مثلا. واحد يموت بـ بـ بمرض معدي وهكذا. بتتبع الحكايه دي في الحيوانات لقى نفس الشيء. لأن أعمار الحيوانات مرتبطه بحوادث بان في حيوان تاكل بان جه يعني طائر جارح وراح واخد السمكه دي قضى عليها وكلها فهنا بقى عمر السمكه مرتبط بحادثه او بيحصل ان ايه نوع من الاسماك زي سمك السلمون ده بيعيش ما بين سنتين وثمان سنين وده موته مرتبط بالهجره ان سمك السلمون بيهاجر من البحار الملحة بيرجع في رحله طويله بتستمر سنين لغايه ما يوصل للبحار العذبه اللي اتولد فيها رحله العوده الى الايه الى مكان الميلاد عشان يبيض وعشان ايه يتكاثر اهو دا طالع من البحاره المالحه هيرجع بقى ايه رايح في الهجره العجيبه دي عودا الى المياه العذبه اللي اتولد فيها شايفينه هنا بيسبح ضد الطيار بيسبح ضد الطيار بي الرغه دي بتاخد لها سنين لغايه ما يوصل لايه للبحار البحار العذبه الانهار العذبه هي دي اللي ايه اللي اتولد فيها فلما يوصل على طول بيبيض والذكر يلقح البيض وبعدين كله يموت كله يموت مره واحده يبقى هنا الموت مرتبط بنهايه الوظيفه ده انتهت الوظيفة والسمكة خلفت والنوع النوع هيستمر كله موت مرة واحدة يبقى هنا الموت مرتبط بنهاية الوظيفة مفيش ديس بروجرام ومفيش بروجرام للموت نفس الشيء في حيوانات الغابة الحيوان ممكن يموت بحادثة أو يموت بأنه في حيوان أقوى منه في طرسه زي أسد أو, أو يموت بالأمراض ما فيش حاجة اسمها بروجرام للموت في الشريط الوراثي زي مثلا القرد ده من قرود أمريكا اللاتينية وده سنه 14 سنة وابتدى تظهر عليه اعراض الشيخوخه مره واحده فهنشوف بدا شعره يتساقط واسنانه تقع وتسوس وعينيه يجي فيها كتلكت مية بيضه وتصلب شرايين واورام كل اعراض الشيخوخه فبيقول ان هذا الحيوان بيموت مش مش ببروجرام موت ده بيموت لان مجموعه الجينات كلها نتيجه الامراض والتهدم اللي حصل في البنيه حتى تؤدي الى الموت ده هي موت بالشيخوخه هنا مجموعه الامراض كلها فما فيش حاجه اسمها بروجرام للموت وممكن بتهيئه ظروف صحيه احسن للبني ادمين هنعيش أطول ممكن يمتد العمر اطول اذا اعتنى الانسان بصحته اكتر واذا كان ظروف المعيشيه اللي بيعيشها احسن آه طبعا آه الكلام هنا عن آه نهايه العمر وان مفيش بروجرام للموت آه احنا قبل كده في حلقه سابقه قلنا في كانت حلقه عنوانها انتحار الخليه شفنا ان مفيش حاجه اسمها جين موت انما العجيب ان جين الحياه نفسه هو اللي بيقلب بيبقى جين موت بناء على تعليمه او بناء على امر شفري الله يبقى اذا ايه الحكايه بالظبط ان مفيش حاجه اسمها بروجرام للموت إن مفيش حاجة اسمها جين موت وإن جين الحياة نفسه ممكن يقلب يبقى جين موت طب يقلب بناء على إيه؟ قال لك ما هو في الجين ده فيه سويتش أو حاجة تشبه السويتش ممكن زي ما تقول زر كهرباء يبقى هو اللي بينور ويبقى نفس الزر برضه هو اللي بيطفي طيب إيه اللي يخليه بقى يطفي بدل ما كان بينور؟ ابتدوا يقولوا لك دلوقتي امر شفري ودي آآ آآ تعليمه مش عارف بتيجي منين الله طب ليه ما يقولوش اليد الخفيه اللي هي الله اللي هي بنت ده كله بنت إيه و... الايد الخفيه اللي بنت وشيدت وهندست و... وادت الحياه وفي النهايه طبيعي ان هي بامرها ينتهي تنتهي الحياه اليد الخفيه اللي دونت خمسة مليون صفحة في مساحة واحد على ألف من الملي فيها تفاصيل 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 كل شيء أنت مستعجب أن اليد دي اللي بدأت أول سطر هي اللي هتنهي آخر سطر والمسألة واضحة خالص لكن العلماء بيتجنبوا بيحاولوا يهربوا بأي شكل من حكاية ربنا سبحانه وتعالى وإن فيه الخالق الواحد اللي هو بامره يتم كل شيء وبامره ينهدم كل شيء بيحاولوا يتجنبهم ويقعدوا يتفلسفوا يقولك لك جينات وبعدين في بدل الجين في كنترول جين مقاول على الجينات بيامرها وبعدين في كمان اي جين مهندس فوق المقاول وسوبر مهندس اي حاجه انهم يتنهم قاعدين في الاسباب يشكلوا ليه ده بيبقى كذا وليه ده بيبقى كذا ويتجنبوا تماما اليد الخفيه اللي هي ورا كل حاجه واللي عملت كل حاجه شيء غريب يعني طيب ايه السر هم مش مش عاوزين مش طايقين العالم الكبير ده مش طايق يبقى في عالم عليم اكبر منه عاوز هو يحل كل القصه وينفرد هو بكل حاجه ويبقى مصيره في ايده انما يكون ان يبقى مصيره معلق في يد خفيه فوق هو بيتجنب الحكايه دي بيتجنب مكابره وعنادا هي الافه هنا بقى افه اخلاقيه مش جهل وجاهليه وكفر ده افه اخلاقيه ان هنا انت قدام قدام الـ 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 نوع من الـ ايه الـ الكبر متكبر أو ازاي يبقى فيه اكبر منه لا انا انا يعني هي في النهايه المكابره الانسان وكبره وصدق الحديث الشريف لا يدخل الجنة من في قلبه مقدار ذرة واحدة من كبر لان هي الكبر ده اللي بيصنف الانسان بين انسان عظيم وبين انسان متغطرس ونرجو ان نكون من, من الناس المتواضعين اللي بينطبق عليهم الايه القران، ايه القران انما يخشى الله من عباده العلماء لان هو دي علامه العلم الحقيقي، علامه العلم الحقيقي ان الانسان يتواضع وان هو ما يقعدش يتجنب الحقيقه ويلف ويدور، ويلف ويدور مع انها واضحه قدامه، يتجنبها كبرا وعنادا. فنرجو ان ربنا ان شاء الله يجعلنا من العلماء اللي هم اهل الخشيه. إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهؤلاء هم العلماء حقا، والسلام عليكم ورحمة الله، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.